القديس شربل في كاتدرائية سانت باتريك في مانهاتن بنيويورك عبر ذخيرة مقدسة. أكثر من 2000 لبناني تجمعوا بأكبر كاتدرائية بأمريكا الشمالية بوسط مانهاتن نيويورك، والمناسبة كانت من أهم الأحداث الدينية اللي بتخص الجالية، وهي قداس احتفال لتبريك مزار القديس شربل بكاتدرائية سانت باتريك. وترأس الاحتفال البطريرك ماربشارة بطرس الراعي، والفضل بيرجع لنبيل وأنطوان الصحناوي يلي خلوا الحلم يتحول لحقيقة. نحن اليوم جينا، نحن قلنا جمعة بأمريكا عم نعمل لوبينج للدفاع عن المسيحية بالشرق، جينا على عاصمة القرار على أمريكا لنطلب مساعدة. بس اليوم بهالحدث الكبير هون اللي صار عندنا تشابل لمارشاربيل بكاتيدرال اوف سانت باتريك هون على 5th Avenue بنيويورك، هيدا أهم حدث، وهيدا أهم من أهم عاصمة بالعالم يلي هو القديس شربل من عنايا ليحفظ لبنان، وهو يلي راح يدافع عنا وعن المسيحية بالشرق وعن كل الناس.